الوكالات الحكومية الفيدرالية الأمريكية تستعد لاتخاذ خطوات قاسية ضد الموظفين الرافضين لتلقي اللقاح. هذه الإجراءات تلائم التطعيم الإلزامي الذي يريد الرئيس جو بايدن فرضه على المؤسسات، وتتضمن إرسال رسائل تحذير من احتمال الإيقاف عن العمل للموظفين الرافضين لتلقي اللقاح أو حتى طردهم. من المفهوم أن هنالك بعض المقاومة لأخذ اللقاحات في البداية، عندما لم يكن لدينا معطيات كافية، معطيات كبيرة جدا بالنسبة لسلامة هذه اللقاحات، وأيضا أمام الهجمة من ناحية نظريات المؤامرة وغيرها. نحو 92% من الموظفين الفيدراليين وعددهم حوالي 3,500,000 موظف تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح قبل الموعد النهائي الذي كان محددا في 24 من نوفمبر الماضي. القرار هو المؤسسات التي لديها عدد معين من الأفراد، يعني المؤسسات الصغيرة، الشركات الصغيرة، لا يوجد هذا القانون، لا يطبق هناك. لأن هل نستطيع، والعدد الذي يرفض رفضا تاما هو عدد ليس كبيرا جدا. إذن حجم هذا الخروج من المؤسسة كحل بدل أخذ اللقاح لن يكون له تأثير كبير في رأيي على الموضوع. تطورات تأتي فيما يظهر أمريكيون كثر إحباطهم من تداعيات الجائحة الاقتصادية. وحسب استطلاع للرأي لوكالة أسوشيتد بريس، صنف 68% منهم الاقتصاد ضمن أهم 5 مشاكل يرغبون في معالجتها، بينما أشار 33% إلى كورونا. بين إلزامية تلقي اللقاح وملل أمريكيين من تداعيات الجائحة ومنها ارتفاع الأسعار، تسابق إدارة بايدن الزمن لإيجاد حلول توافقية بين إجراءاتها وبين إحباط مواطنيها. حسين الطود، العربية، واشنطن.